فهي تحولات، ثورة يوليو تحولات عميقة جدا، وهذه التحولات كانت كلها بتؤكد أن مصر لديها جيش، هذا الجيش عقدته الشعب، هذا الجيش، وده اللي ظهر بعد كده في 30 يونيو ده يوليو. ده اللي أنا كنت عايزة بقى أخد حضرتك من الماضي شوية للحاضر، مشهد 30 يونيو البناء على مكتسبات ثورة 23 يوليو، الفكرة أنه المؤسسة العسكرية وثقة الشعب في هذه المؤسسة على مدار السنوات وشعورهم أنه تطلعاتهم وأمانيهم وأملهم بتحققها المؤسسة العسكرية وبيحققها الجيش باختلاف الظروف والتحديات والأوقات. الجيش المصري أصلا بيختلف عن كل جيوش الدنيا بالتجنيد الإجباري اللي جعل الجيش جيش الشعب. كل مصري بلغ 18 سنة على طول بيبقى مستدعي للانخراط في الجندية، إذا كان معاه مؤهل متوسط يروح الجيش، مؤهل معهوش مؤهل بيروح الجيش من 18 سنة، مؤهل متوسط عالي لما بيخلص التعليم العالمي العالي بيروح الجيش على طول. فأصبح من خلال هذا التجنيد الإجباري الجيش المصري أصبح فيه النظامين معا، جيوش العالم كلها جيوش محترفة، إنما الجيش المصري بيتميز إن عنده الجيش الشعب وعنده الجيش وعنده المحترفين اللي هم خريجوا كليات عسكرية بس، والاثنين أبناء الشعب. وبذلك الجيش المصري دائما يستدعيه الشعب في كل اللحظات الحرجة. جيش وطني. الجيش الوطني، عشان كده ما كان المبدأ الخامس من مبادئ ثورة يوليو أقامة جيش وطني قوي. برغم إن حلف الناتو قرر إن يكسره في 67 وحصلت نكسة 67، إنما هاتيلي أمة في الدنيا في خلال 6 سنوات تعيد أسرار الأدوان وتبني نفسها مرة تانية وتبني جيش قوي وتعمل حرب الاستنزاف الرهيب اللي كان اطول حرب في العسكريه الحديثه، وتخوض اصعب مانع مائي وتجتاح خط بارليف وتحقق انتصاره الاعظم في الحروب الحديثه من خلال هذا الجيش الوطني القوي اللي هو حاليا اصبح ترتيبه رقم 9 و10 في العالم. وهنا بقى برضه من خلال اوج التشابه، اعظم قرار من وجهه نظري انا فعله الرئيس السيسي منذ توليه تنويع مصادر السلاح الدستوري مش مصري. انا كان مطلب ليا دائم وانا في مجلس الشورى لما كنت زعيم معارضه قبل 2011 اللي هو نوع السلاح، لان سلاحنا هيبقى خرده جانب بسبب احتكار امريكا لتسليح الجيش المصري، وخاصه ان هم ضامنين تفوق اسرائيل، ما بقاش فينا قدامنا حاجه الا بد من تسليح. عندنا تنويع السلاح وتنويع كمان في العلاقات الدوليه والتعامل مع الجميع والحفاظ على الاستقرار الوطني، وده انما تنويع السلاح ده خلى جيشك حاليا من اقوى جيوش الدنيا. انت عندك حاليا اسطولين بحري شمالي وجنوبي صحيح بره الدول الخمسه الكبار، ما فيش عندك تعاون مع الجميع القواعد العسكريه اللي اتعملت مغطيه الامن القومي المصري كله من كل النواحي، واصبح لديك احدث غواصات في العالم الالمانيه عندك وحاملات الطائرات مستورده كانوا عاملين روسيا الاتحاديه، يعني فرنسا كانت عقدت معاها روسيا الاتحاديه، ولولا العقوبات الامريكيه على روسيا كان هم كانت رايحه لهم، فالعقوبات ما حطيتهم عندهم احنا خدناها. يعني انت حاليا الدولة الوحيدة اللي خارج الدول الخمسة الكبار لتمليك اسطولين تطوير وتحديث على اعلى مستوى، بحري واسطول بحري شمالي واسطول بحري جنوبي اللي هو مناواه مستراء عبد الناصر ومستراء للسادات، وعندك طبعا التسليح الجوي حديث الحرب الرافال وغيره. فاصبح عندك جيش حاليا ترتيبه رقم 10 في العالم، وهو ده بقى الجيش بقى هو اللي بيردع الاعداء. وعشان كده التاكيد على مبدا أقامة جيش وطني قوي اللي كان من احد مبادئ ثوره 6 اتحقق في من 2000 من 2014 حتى الان بشكل اكثر من رائع. الاوجه شبه بين هنا وبين هنا ان الاثنين الجيش اللي قام بيها صحيح. يعني مصر كانت كلها الشعب كان منتظر حد يعمل حاجه، والكل منتظر ان حد يزيح عنه هذا الظلام اللي عايش فيه لحد ما الجيش اخذ على عاتقه والمشاهد حتى في اللي بنشوفها زمان والجماهير خارجه يعني بتلتف حول جيشها وتبارك حركته، وهي ايضا مشاهد شاهدناها في حضرتك المعسكر. لولا ثقه الشعب بالجيش كان المخطط الشيطاني كان يتنفذ في مصر والمنطقه العربيه. ده ثقه الشعب المصري في جيشه وانحياز الجيش لثوره المصريين دي اللي وقفت هذا المخطط. ولولا ده ما كانش يعني حصل الهبوط والانهيار لتيار الاسلام السياسي مش بس في مصر، يعني اول ما حصل ده في مصر انتقل بقى لبقيه الدول العربيه اللي كان مخطط يستمر فيها. وهذا المخطط ليس مخطط تنظيم الدولي لجماعه الركن فقط، ولكن مخطط متحالف مع حلف الناتو وامريكا، وهذا التحالف معاه
هو اللي كان ينفذ المخطط الامريكي اللي هو الشرق الاوسط الموسع والشرق الاوسط الكبير، الشرق الاوسط الجديد والكبير، ترتيب المجزأ المقسم ودجيه المجزأ، واللي يتحول فيه الى دول، خمس دول، دول واللي قال لك فيها العراق هدف تكتيكي والسعوديه هدف استراتيجي ومصر هي الجائزه الكبرى. فهذا المخطط كان ماشي وتنفذ، وكان بقى تمكينهم من في مصر معناها ان هذا التنظيم اللي له 70 دوله هينفذ المخطط الغربي بخريطه جديده على قرار ساكس بيكو اللي اتعمل تقسيم الشرق الاوسط بالظبط على قرار ساكس بيكو اللي اتعمل بعد الحرب العالميه الاولى. انما لما الجيش نزل، الشعب نزل والشعب تفح حول الجيش، والكلام ده قلته هيلاري كلينتون في مذكراتها قدام مجلس النواب الامريكي، قالت ان كان كله معدل الاعتراف بالاماره الوليده في سيناء يوم 6 يوليو 2013، وفجاه نزل الشعب المصري، وفجاه الجيش المصري استجاب لشعبه، والجيش المصري قوي ومصر مهمه جدا بالنسبه لامريكا، ولكن الشعب لن يترك جيشه، احنا في مشكله. دي قالته هيلاري كلينتون في شهادته قدام مجلس النواب الامريكي وطلعتها في كتاب. فهو يعني ايه ان جيش مصر هو جيش الشعب، والتفاف الشعب حوالين جيشه جعل مصر تستطيع انها تتحدى هذا المخطط الشرير اللي كان اللي حقق يعني ضربات قويه للدول المركزيه زي العراق وزي سوريا وزي ليبيا في المنطقه في الوطن العربي.